السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانا اليوم واحد الغديوه من عند امي بالسلاوي والفلفله، كتجي لذيذه بزاف بزاف. ومهبطه بيجي رطاته، درت هنا واحد تقريبا واحد 20 درهم ديال اللحم مع شويه البصله وشويه الماء والعطريه ياك امي باش ما تحرقش العطريه، ورطات شويه تقلى على خاطر ونسدو ليه. مشات جابت سلاوي من السوق من عند الخضار وكتقرد في الربيعه وهاد القراده. المهم هاد المريقه راه كتجي زوينه وكتجي فنه، كتعجبني بزاف. كترد بزويته ديال العود، كترد بزيت العود. ويلي السلام عليكم. السلام عليكم بنيتي، لاباس عليكم؟ اش اخباركم بنيتي؟ جيو تغداو معايا، مرحبا بكم في الطويجين. يلا مرحبا بكم. واليوم غادي تجي عندنا واحد المتتبعه من الولفه مسكينه، هي الصراحه ما كانتش عارفه اللي كاينه هنا، كانت جايه تشوف امي فاش كانت امي في السبيطار، وعاد قلت لها انا كاينه هنا، قالت لي انا جايه غادي عندها في العشيه غتوجد الحانه اختي شي حاجه في الدار لهيه، وبكشي قسم الله غنوريه لكم ملي تجي عندنا المستودعه ان شاء الله. الفلفله راه كديرها مشويه، ما كديرهاش خضراء، هي كتشوي نيت فيها. كنشويها كنديرها في ميكا. اه باش دغيا تنقى. باش تنقى لي وغنغسلها ونقطعها فوق القرطه بالموس. صافي الطويجه راه باقي كيتشحر. وتلاويها وقطعها وضروري من شويه البطاطا لحقاش كاين كاينه ريحانه وكاينه بنت اختي غتغدى معانا صغيره ما كياكلوش التلاوي. صافي هي ست فات التلاوي فوق اللحم غتروي بزاف، راه غديها شويه الماء. لا دوك ما بغاش ندير فيه الماء حيت لا غاديك الماء هكاك التلاوي كيطلق الماء. خلي بلاتي عاد نسيب البطاطا والفلفل. دابا يطيب بوحدو في هاد المريقه ديال اللحم. المريقه تاع اللحم وغيطلق هو الماء ديالو. صافي يجي بنين. صافي البنت هو الغديوه وجدات، شفت ديك المريقه خيطر وزوينه، زادت شي شويه الروا، زادت شويه الماء دافي روات به، وهو خبيز تاع الدار، وهو عصير، العصير غير ديال دارت فيه الديسير كامل، مشماش الخوخ امي والفريز والبنان، ودارته بالماء، ما دارتش لا ما دارت لا ليمون لا والو، دارت غير الماء. صافي وهادي غديوتنا البنات، نتغداو وان شاء الله احنا معاكم. انا رجعوا عندي المتتبعات اللي قلت لكم من الولفه، الاخت عائشه واختها مونيا، مرحبا بكم. ربي يخليك يا حبيبه. الله يحفظك ومرحبا والف مرحبا. ربي يخليك يا حبيبه. صافي البنات هو كسكروتنا دابا، درنا قهيوه وكويستاتاي ضروري. الشمس انا رجعتو من الزنقه حيت هما ما حداهمش، هما ريال الشمس بعيد عليهم. وهذاك البطبوط صايباتو اختي حنان والكيكه اختي حنان وما تبقى من الزنقه. مهم كسكروتنا قبلوا عليا. لا قول احنا الله يحفظك الحاجه، راه جينا شحنا على الماكله. الله يحفظك اختي. عايشه على الله يخليك. الله يخليك. خايف من الحاجه. خايف من حالك. زكريا تا هو داير الواجب، زكريا داير الواجب وجالس مع الطيارة. الله يعطيك الصحة والسلامة وما تمنيتش. هذا البنات واحد البطبوط كتصيبو حنان اختي كلاتو هاد الاخت اللي جات عندي. مونيا. مونيا عجبك؟ السلام عليكم البنات. غزال الله يلا تبارك الله يلا غزال. ها انتم دابا هي داقته والمذاق ديالو بحال الشفنج. دابا هي ملي كلاتو جاها المذاق الشفنج في البطبوط وعجبها، وقالت لي خاصك تحطي لنا هذه الوصفه. دابا خاصني نقولها لحنان اختي تصايبو. عرفتي شنو غندير؟ انا ان شاء الله الا بغيتوه نحط لكم ما كاين حتى مشكل، يا غادي تمشي معايا حنان اختي تقادو لي في الدار ونصايبو اليوم ياك حنان. ان شاء الله ان شاء الله. وديروا لايك البنات، شجعوا قناه خوخه. ربي يخليك مونيا. السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ المهم اليوم غنمشيو ان شاء الله فحالنا، غنمشيو كازا، غنمشيو مراكش. زكريا بغى يسلم عليكم. السلام عليكم خواتاتي العزاز، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. المهم حيت كتسولوا عليه ديما وقلتها لي، قال لي انا يلا جا من الخدمه شي شويه، قال لي نسلم على بنت مشي الناس. كديري بخير لاباس عليكم، هانين امور مزيان، مبروك عيدكم، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله. وراكم كما كتسولوا عليا حتى انا كنسول عليكم، ديما كنسقسي عليكم، غير غبرت انا مع الخدمه وداك الشيء. عدي التوقيت شويه صعيب، 4:15 ديال الصباح قهراتني. انتو شوفوا حالتي كي دايره، عيني منفوخه هنا بحال دار لي شي واحد. وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، وما تخيناش خوخه ما نكذبوش عليكم، وين عاد تبقى معنا من كنقول لكم ان شاء الله. دابا نجي مره لا عيدي معنا ما بغاتش. كنعاز زكريا في الناس عيان الناس. عيان عيان. وكنوجه رساله خاصه لصحاب الغربه، سمحوا لينا ما نكذبوش عليكم، سمحوا لينا بزاف
ومبروك عيدكم. وش انا محسوب منكم وقايله انا نهار العيد خدام والله الا نهار العيد انا محسوب مغرب انا توا ما معيتش انا ما معيتش نهار العيد خدام. المهم ان شاء الله وليا فراسكم بزاف وبغيت نعطي الخوخه واحد الكادو. ها هو كادو بسيط واحد الوليد مهم واحد الوليد عزيز عليا وعزيز على قلبي فهمتش عزيز وغالي خلاوا وعطاه ليا مسكين عزيز عليا وزياده عندي في القفز ودارت له مرفيسه وسبعنا ليه وغندبحوا عليه ها هو جاي الحول هو جاي مو ما هو واحد الفرخ صدقوا عليه شي سميه طلق عليه سميه هو الكامار هو الكامار ها هو هذا هو الكنار ديالي الكنار الزوين ها هو هذا الله عنده دابا عنده 8 شهور باقي ما تيدويش باقي ما تيدويش غير يدور عليه العام ان شاء الله هو سبحان الله هو دواليكم وغادي يبدل الريش عادي ان شاء الله كيبدل الريش دابا فيني سالي غيطلع الوين زوين وصافي صفي خرج الهضره تقريبا مو هذا الكادو انا جا انا كادو زوين هذا بالنسبه ليا بزاف 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 انت عارف خوخ عزيز على عزيز الفراخ بزاف من شحال هذيك كنعطيها فريخ فاش كنت في الازهار جي نعطيها الكانار كانار زوين بعدا نقي هو اصلا نقي انقى فرخ هو الكانار ايوا شكرا شقى مالي في راسو شكرا لك يا زكريا ها هو صحه سلام صافي ما تخافش تشرب سيدي عليها توصيش ايتيم على مكان غادي نروبيني هو صافي مقاطع 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 شو اللي ما بغاش يشرب كي عوم بي هو قال لي انا كنعوم بي وعوم وليدي عوم عطاتك ليام تعوم لينا بسيدي عليه عوم مو كنشكرك بزاف على الكادو وكنشكر الاخت اللي جات عندي البارح واحد الاخت مونيا والاخت ليلى جابوا جات المسكينه تاهي عبايه كنقولها شكرا بزاف وكنشكرها حيت جات عندي وبقات حتى تقريبا حتى العشرات اللي عاد مشات كنقولها شكرا لك بزاف ان شاء الله ليا فراسكم معكم سكاكيره نزل العيون فانت مبروك عواشرك مبروك عيدك وتعيد وتعاود والعام الجاي ان شاء الله تكون عريس في دارك سلم لي على ليالي هي اللي لا واخا يلا بسلامة بسلامة عليكم خليت لكم الراحة في أمان الله نقال السلام عليكم الدريات كي داير اللباس عليكم مبارك عواشركم بنيتي الله يدخل عليكم ديال العيد بالصحة وسلامة الوقت والله يجعل سبب به هو وفق كل واحد امين يا ربي وانتم طريق السلامه امين يا ربي طريق السلامه طريق امين يلا مبروك انت عيدك تعيدي وتعاود يلا بسلامه مبارك عيدكم بسلامه راه البنات راه انا سجلت واحد المقطع لامي وهضرات معاكم ودعات مع البنات كاملين ولكن تمسح ليا ومني جيت نقال لقيتو ما كاينش وصورتها غير عند الباب وصافي المهم حنا غاديين في حالنا دابا صباح الخير عليكم البنات لاباس عليكم اش اخباركم بخير اليوم ان شاء الله حنا في الدار صبحنا في الدار انا واختي المهم واحد البطبوط هذاك اللي شفتو هي غتعجن ليا دابا واحد شويه كيجي زوين انا الصراحه ما كيجينيش هو كيجي مخلط بمذاق الشفنج ومذاق البطبوط وماشي المخنفر ممكن ديرو زوين بطريقه سهله بزاف خدات هنا الفينو اكثر من الفورز واحد معلقه كبيره ديال الخميره ومعلقه ديال الزيت وشويه الملح صافي دو شويه سنيده ها هي واحد معلقه كبيره ثاني داياك تقريبا صافي غنولت لكم العجينه ديالها كيفاش دايره ساهله ما فاتت لك لا والو حنان ياك شويه ماشي بزاف شويه ما كدلكوش بزاف درت غير الماء من الروبيني حتى شويه كاين الصهد اللي عنده شويه الحل بارد يدفي الماء ومي غتعجنوا ليا ان شاء الله لفطوره العيد هكا غتبقاي ترشي له غدلكي غادي ندلك شويه رش صافي ونركدو صافي غتبقى دابا جمعات وخلى جمعات مور خوف ياك ماشي قاصح باش ما يعذبكمش صافي غتبقى دير هكا رشيشات خفافين وتعطيه البونيات كما تنقول صافي كي غينشف ثاني من الماء تعاود ثاني تعطيه رشيشات وبونيات ياك حنان صافي هادي عجينته ماشي بزاف دليك واحد ما كايناش حتى جوج دقائق ما كايناش هانت كيفاش تخليوا البنات شويه مرخوفه هانت راه خلاتو كيتلصق شويه خلاتو مطلق بزاف ماشي بين وبين هانتو شفتو ممكن يتلصق لك في يدك ياكي دابا هذا غنغطيو دابا ونخليو تقريبا هي راه ما دارتش فيه تقريبا حتى 5 دقائق هاد العجينه تقريبا تكون حنان ياكي دغيا دغيا عجناتو حنا غنغطيو ونرجعو ان شاء الله معكم اول البنات ضاعف الحجم ديالو ما كتبقاش تلصق مني كتخمر كنديروا يدنا وسط الماء هكا
فهي ضروري ما تفزقوا يديكم شويه الماء باش ما تلصقش لكم في يديكم وتعذبكم. وديرها في الفينو حطها هنا كتبصلها غير تحت وجهها في الفينو حتى كتكملهم كاملين. وانتم معايا هذه الكميه تقريبا هي قليله اللي درت انا، تقريبا درت جوج زلايف ديال الفينو وزلافه ونص ديال الفورس. غتخرج لي واحد غتخرج لي بزاف ديال البطبوط. ها هو كتحطوه هنايا غير وجهو كما قلت لكم اللي كاين في الفينو. تكمل ورجع معكم ان شاء الله. ملي خذاتهم كلهم كما وريتكم دابا عاد رجعت كتلولبهم فوسط الطحين، وكما تكثروش ليهم الطحين باش ما يهزوش لكم الطحين بزاف ويجيكم ثقال. وهذا البطبوط هذا راه تيجي خفيف بحال الشمس والله كيجي زوين بزاف. اللي بغى يطيبو ناشف يطيبو ناشف غير يقرصو شويه يبقى ما يخليش بحال هنا. حنا غادا نرشوه بشويه الزيت، واللي بغاه ناشف بنفس الطريقه يديرو غير يرقو في تقرص يقرص مزيان. صافا هو قرصاتو، صافا هو قرصاتو ماشي رقيق حيت عندي نرشوه بالزيت. الا غاد الا بحال هكا دابا هذا غادي اللي بغى يطيبو اللي بغى يطيبو ناشف يرقو بحال هكا. وقرصناه بالفينونيت غنخليوه يخمر غير شويه ماشي بزاف ونبداو نطيبو فيه. دارت هنا معلقه ديال الزيت اللي دارت وبدات طيب، خلاته تقريبا خمر غير واحد 10 دقائق. هو راه الا خمر بزاف كيجي خاسر. صافي كتحط وهزوه بشويه وما ترضخوش. المقله عندها كبيره غنرمي جوج حيت المقله كبيره دارت جوج. وغادي هذيك الساعه ما تكثروش الزيت، هي معلقه ما عامرهاش. راه شفتوا المعلقه انا معلقه عرفتهم صغيورين. صافي نكب جوج ساعه ونقلبهم غير كيف ما كتكب عليها الزيت كتقلبها في البلاصه. صافي كتبقى هكا كتبقى خلاتها امي كدرجها مع المقله باش تاخذ اللوين من الجناب كاملين. هانتوما ها هو البنات شفتو كي تيجي، راه كيجي غزال وكيجي زوين غير جربوا. ها هو البنات شفتو بقات كتدورها تاخذ اللوينات صافي كتطيب محمره وزوينه. تبارك الله لك الحاتقه حنا راه جات معايا كي ما غاديش تعيد حيت هي كتاخذ الحاولي مين كناخذو انا وجات باش تدي الحاولي ديالها داكشي علاش. المهم الفقصة دارت لنا البطبوط. سمحي لنا حنان كرفسناك. ها هو تبارك الله وصل عندي الكيجة، هاهي غتحل لكم حنان وحدها. شوفوا البنات شتو كي تيجي من الداخل كيجي مشبك وكيجي بحال الشفنج كيجي زوين. والمذاق ما نقولش لكم عليه غزال. اللي بغيتي تزيد فيه شويه الحليب نيدو ما كاين حتى مشكل، شي معلقه ديال الحليب نيدو. حنا ما زدنا حتى حاجه باش كلشي يكون داكشي اللي درنا فيه متوفر في اي دار. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط، جا زوين بزاف جا خفيف ما نقولش لكم. وكنتمنى الوصفه اللي طلبتها لي الاخت موني اللي جات عندنا للدار هاني حطيتها ليها، نتمنى تعجبها ونتمنى تعجب البنات كاملين. وبغي نقول لكم عواشر مبروك عليكم وبالصحه والسلامه والرزق وباش ما تمنيتوه يا ربي. والا كتب غادي نحط لكم غدا شي وصفه، الا ما كتبش نتلاقاو مع روتين ديال العيد ان شاء الله الا بغى الله. صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين البنات. خليت لكم الراحه وفي امان الله.